عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض quizzes on chapter 1. هنحل الاسئلة دي كتدريب على التشابتر اللي احنا اتكلمنا عنه. quiz 1: both true or false. Aswan High Dam is used to control the flood of the river Nile. Aswan High Dam، السد العالي اللي موجود في أسوان، بنستخدمه عشان نكنترول، نتحكم أو نسيطر على الفلود، على الفيضان بتاع نهر النيل. أيوة صح، إحنا اتفقنا إن الهاي دام ده بناء كده بيكون موجود على نهر النيل. لما تيجي مية كتير قوي قوي قوي، بدل ما تعدي وتغرق كل المنطقة دي، لأ، إحنا بنينا السد ده عشان يحوش المية الزيادة دي ويخليها موجودة في المنطقة دي. وقلنا إن المية دي عملت لنا ليك ناصر، صح؟ عملت لنا بحيرة هنا. لما تيجي مية كتير، ما تغرقش بقى كل الأرض اللي هنا، لأ، نحوش المية دي في ليك ناصر، لما نحتاجها بنفتح السد وندخل المية. يبقى فعلا قدرنا نتحكم أو نحافظ على مصر من الفيضان اللي ممكن يحصل في نهر النيل. Degree Celsius is the measuring unit of length. Degree Celsius هي الميجرنج يونت بتاعت اللينث؟ طبعا لا، بتاعت التمبريتشر. أمال اللينث بنقيسه بإيه؟ بالمتر والسنتيمتر والكيلومتر لو مسافات كبيرة جدا. الويند إيروجن happens when water moves the pieces of rock or soil from one place to another. الويند إيروجن بيحصل لما الووتر، المية، هي اللي بتحرك أو بتشيل جزء من الروكس والسويل. طبعا لا، يا إما خلي دي الووتر إيروجن، ساعتها تكون فعلا المية هي اللي بتعملها، يا إما خلي دي ويند وحول دي أخليها الويند هي اللي موف بيسز أوف روكس. لكن ما ينفعش أقول ويند إيروجن والووتر هي اللي بتحرك البيسز أوف سويل. Thermometer is a device used to measure the temperature. الترمومتر هو جهاز بنقيس بيه درجة الحرارة. أيوة صح. Question number 2: Choose the correct answer. Lake Nasser is found at the bottom of. Lake Nasser موجودة فين؟ في آخر مين؟ River Nile، Red Sea ولا Mediterranean Sea؟ نهر النيل ولا البحر الأحمر ولا البحر المتوسط؟ ليك ناصر موجودة في الباتوم اوف الريفر نايل. In A the weather is hot and we have to wear light clothes. امتى الجو بيبقى حر وبنلبس لبس خفيف؟ Winter، شتاء. Summer، في الصيف. Autumn، في الخريف. الجو بيبقى حر امتى؟ في السمر. The Nile Delta is low lying area where the river Nile meets the. الدلتا بتتكون فين؟ احنا قلنا الدلتا بتبقى عاملة كده، وده نهر النيل، وهنا الميديتيريان سي. الدلتا اللي هي الترينجلر شيب دي بتتكون فين؟ لما الريفر نايل بيقابل مين؟ بيقابل الميديتيريان سي، البحر المتوسط. Question number 3: Choose from column B what suits it in column A. هنشوف كل سيمبل من دول معناه ايه. very windy، الفيري windy فين؟ اهي اللي هي فيها هوا كتير دي، تبقى دي سي. partially cloudy، cloudy وشمس في نفس الوقت، مغيمة شوية، يبقى هي دي A. sunny، sunny يبقى اللي طالع فيها الشمس، تبقى B. وعشان تتابعونا بشكل افضل وتتابعوا مناهجنا وفيديوهاتنا، اشتركوا على صفحة الفيسبوك الرسمية لقناتنا، قناة Private Math Lessons. كمان اشتركوا على جروب الفيسبوك الرسمي لمناهج الساينس. Quiz number 2. Question 1. Complete the following sentences using the words below. هنكمل الجمل دي باستخدام الكلمات دي. Speed يعني سرعة. Geography الجغرافيا. Erosion التآكل. Triangle يعني مثلث. The study of land, water and the air around us is called. دراسة الland والwater والair دي مين؟ دي geography. geography.
The process in which the surface of Earth gets worn down is called العملية اللي بيحصل فيها تآكل أو نقص في الـ Earth surface اسمها إيه؟ دي الـ erosion، التآكل. الأنوميتر is a device used to measure the wind. الأنوميتر بنقيس بيه إيه؟ الـ wind speed، سرعة الرياح. آخر حاجة معايا، الدلتا has a shape like the Greek letter delta، عندها triangle shape. Choose from column B what suits it in column A. The blue color in map، البلو color اللي موجود على الماب بيعبر عن إيه؟ Represent the water، بيعبر عن المية. أي blue color على الماب يبقى مية على طول. Lake Nasser was formed، اتكونت امتى؟ When Aswan High Dam was created، لما عملنا السد العالي في أسوان، لما حوش المية وراء اتكونت Lake Nasser، يبقى هنا C. The Nile Delta is a low lying area، الدلتا هي منطقة منخفضة Where the Nile River meet the Mediterranean Sea، اللي عندها نهر النيل بيقابل البحر المتوسط، يبقى هنا A. اخر سؤال معايا، write the name of each habitat under each picture. فاكرين الهابيتات؟ خدنا ثلاثة، خدنا الفارم لاند، خدنا الكوستل، واخدنا الديزرت. دي ايه؟ مدام بحر يبقى كوستل، كوستل هابيتات. دي مزرعة وحيوانات مزرعة، تبقى الفارم لاند. واخر حاجه معايا دي الديزرت هابيتات. بكده نبقى احنا خلصنا التو كويزز الموجوده عندنا في كتاب المعاصر، وبكده نبقى خلصنا اول تشابتر. اتمنى التشابتر كله يكون سهل وتكون الاسئله واضحه. لو في اي سؤال او استفسار تقدروا تتواصلوا معايا على كومنتس اليوتيوب او على رقم الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع درس جديد وتشابتر جديد.